أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ثمن الرئيس السيسي العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة. وأكد الرئيس السيسي على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في الجلسة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. وأشار الرئيس السيسي لأنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. وللمزيد انضم لنا عبر الهاتف الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. بعد التحية يا فندم، كيف تجد اهتمام السيد الرئيس وبالفعل هو من أول يوم وتوجيه السيد الرئيس لانعقاد هذا الحوار الوطني، الآن يتم التوصية بأول توصية تمت من خلال الحوار الوطني بفكرة تفعيل الرقابة القضائية على الانتخابات وما إلى ذلك، يعني تفعيل بشكل سريع من السيد الرئيس واستجابة لمقترح الحوار الوطني؟ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنفذ وعده الذي قطعه على نفسه في إفطار الأسرة المصرية بالعام الماضي عندما قرر أن مخرجات الحوار الوطني تعرض عليه شخصياً، وهو بهذا يرسل رسالة بمدى جدية الحوار الوطني ومدى ترقبه شخصيا لمخرجات هذا الحوار وما ينتج عنه. وليس أدل على هذا مما قام به فخامته في تدوينة على حسابه بالأمس عندما قرر أن يكلف الحكومة بدراسة المقترح المقدم من أمانة الحوار الوطني فيما يخص المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات، بأن كل الإشراف القضائي يبقى على كل الاستحقاقات، جميع الاستحقاقات، ويبقى في قاضي على كل صندوق. طبعا المدة اللي تم النص على استمرار الإشراف القضائي عليها 10 أعوام تنتهي في 17 يناير 2024، ولذلك كان من الواجب أو بالفعل بما يؤكد أن أمانة الحوار متيقظة وتعمل بجد بالفعل أنها قدمت هذا الاقتراح كأول تفعيل لأعمالها في المخرجات اللي بتمس مستقبل البلد كلها وبتجعل الانتخابات في أيدي أمينة نثق فيها جميعا هم الهيئات القضائية المصرية عموما التي سوف يكون فرض منها على كل صندوق في إعلان واضح أن جميع الاستحقاقات القادمة تحت مظلة العدالة لن تشوبها شائبة وسوف تكون منظمة تنظيم جيد جدا. وهذا هو ما يريده الرئيس وحققه تحديدا، وده يبشر بحوار وطني ناجح بناء من أجل بناء الجمهورية الجديدة. نعم، يعني هل من المتوقع ويعني نرى في الوقت القريب، ونحن نعلم أن جلسات الحوار الوطني وجلسات اللجان الخاصة وجلسات أيضا من خلال الأحزاب ورؤساء الأحزاب مثل حضراتكم مستمرة في العديد من يعني القضايا المختلفة سواء كانت اجتماعية اقتصادية ونرى الآن أيضا حتى السياسية، متوقع في الفترة القادمة مقترحات مثل هذا المقترح وهو ما يريد أن يراه المواطن في أسرع وقت خصوصا في النواحي الاجتماعية والحزم الاجتماعية نراها مفعلة الآن مع برضو الكثير من المقترحات، الناحية الاقتصادية، الناحية السياسية وما إلى ذلك؟ أمانة الحوار الوطني طرحت 126 ملف بتشمل
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. هذه الملفات المتعددة تشمل كل ما يتعلق بالحياة في مصر، ولدى الأحزاب السياسية اقتراحات قدمتها، ولا زال هناك اقتراحات أخرى في ورش عمل للأحزاب، يعني حزب الشعب الديمقراطي وحزب الريادة وحزب الأحرار وتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزب، يعني نص القوى السياسية المصرية في حالة ورش دائمة منذ أن أطلق فخامة الرئيس دعوته للحوار الوطني، وشغالين في ورش حوار، ونتج عنها دراسات ونتج عنها اقتراحات قدمناها لأمانة الحوار الوطني، وكنا نترقب أن يبدأ انعقاد الحوار الوطني مما أسلك صدورنا انعقاده في 3 مايو القادم بإذن الله. احنا مستعدين لخدمة بلدنا لبناء جمهورية جديدة، مستعدين لتفعيل دعوة فخامة الرئيس علشان الشعب المصري مترقب ومنتظر ويستحق كل خير إن شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هاتفيا، الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي.